همزه زوي كانون وما بخرا ها هي الثالث بخرا اكلنا لغ الحيب وظيفتها محلاها خبز غلة كريبس مرة يعملوا موتيزا سطع فيهم الشمس مش باينين يلا محليه مرة غالي راهو راهم غالي دينار دينار قديش هذوما هذوما 8 و7000 الاخرى كرباي غله ولا خبز عليك من اثنين وش الباقي حاجه واضحه وساي انت تحب كيف ما عادش متاع يوتيوب راه متاع مقرونة ولا حاجة ثم برشا انو يعني كيفو ايه جمال الداري صغير غاد هذيك الصغيرات هاك المشيش هاك شفت زيتها الصغيرة ب 15 صغيرة ب 15 غالية ب 15 كون ايترا ولا قل شنيا زيت هذيك حطوا فيها الزيت والا سان بيرتو لما تشكشك هذيك هكا انا قلت لي لما تعمل هكا ليه اصغر 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 هذوما محلاه من الورق سالتو على اللي. خذيو غادي حاجة شي شنو نهربو عليه يعني شنو هيك؟ خليها جو سكرية هذي خلينا من عنده عمي بس انا دي تعالك ما اعرف ما يدير اوكي وين؟ قعدوا يشوفوا غاد ما احلاها حلوة تاع قهوة اي مع الواحدة سكر مرية غالية كيما الززوالي عادي سكرية ريتها سكرية هكا اي محليها مع ال شو
كيما كنا منها تفضلوا مرحبا بكم شنو دايما قداش قداه هذا 500 دينار هذاك يا اخي دينار انت هكا تشربها الحجم هذا هذا ماشي منهم عامني زدت منهم زاد كيس ريتو قداه منا Thank you.